احنا حاليا بدنا نعمل هيك هذا المخطط ونقول هون عندي هذا اتش وهذا بي، تمام. انا حاليا انا عندي هنا الريموت والمكيف موصل الكهرباء، كل شيء تمام، وعندي ايزوليتر تغذية كهربائية. هاي الامور العملية لا حكينا عليها. انا هون عندي المكيف في حالة اوف، اطفاء، معبأ طبعا بالفريون. حاليا في حالة الاطفاء انا شو حالة الفريون اللي بتكون عندي داخل هذه الدارة؟ انا ما فيش عندي شغال لا الكمبرسر ولا المراوح ولا اي شيء اوريدي، بس عندي داخل هاي البايبات داخل هذه الدارة المغلقة في عندي الفريون. الفريون شو بتكون حالته؟ بتكون عبارة عن غاز ولا بيكون عبارة عن سائل؟ طبعا هو راح يكون عبارة عن شو؟ عن غاز. الحالة العادية في كل الدارة راح يكون عندي عبارة عن غاز، لأنه معرض هون على حاليا احنا مش مشغلين عليه أي ضغط، مش مشغلين عليه أي قوة، مش مشغلين عليه أي صمام تمدد يغير لي حالة الغاز، يغير لي حالة الضغط. عمليا بعد ما نطفي احنا المكيف بعد فترة بيتحول عندي بسبب يعني التفاعل مع الجو الخارجي بيتحول كامل هذا الفريون الموجود داخل هذه الدارة إلى شو؟ إلى غاز، حالته الطبيعية. تمام؟ حاليا احنا بدنا نقول لهذا البورد اللي موجود عندي هون، طبعا هون في عندي بورد تحكم بالوحده الداخليه، طبعا في عندي توصيلات كهربائيه ما بين الوحده الداخليه والوحده الخارجيه، في عندي تغذيه كهربائيه هون موجوده لتشغيل هذه الوحده الخارجيه الكمبرسر المروحه الخارجيه، في عندي ويرات كهرباء نازله طبعا تغذيه من الوحده الخارجيه باتجاه الوحده الداخليه دايركت، او بنزلها اذا حابب تركب هون سويتش انت تحب تنزل الويرات هون تنزلها باي باس وترجعها لتغذيه الوحده الداخليه. بغض النظر سواء انت مركب السويتش او مش مركب السويتش، هذا الموضوع مثل ما قلت لكم لاحقا احنا بنشرح الامور هاي العمليه. حاليا انا عندي المكيف مطفي، الفريون داخل هذه الدارة على شكل غاز. حاليا انا بدي اشغل هذا المكيف واشوف شو اللي راح يصير خلال هذه الدارة بكل اجزائها، وكل ما انا اتحرك حركة اغير في حالة الغاز انا هون راح ارسم هذه الحركة على هذا المخطط كما هي طبعا داخل هذه الدارة. انا بتغير عندي الانتالبي بغيره، تمام، بيتغير عندي الضغط بغيره، بيكون عندي ثابت بخليه ثابت، بيكون الانتالبي ثابت بخليه ثابت وهكذا، تمام. احنا شو قلنا المخطط اللي راسمينه؟ هم راسمين المخطط بهذا الشكل، وقلنا هذا هون السائل، وقلنا هذا هون الغاز، وقلنا هاي المنطقه اللي ما بين هذين الخطين عباره عن ميكس ما بين السائل والغاز. راح نشوف على الواقع هون احنا شو اللي راح يصير خلال هذه الدارة. طبعا هاي بالنسبة للدارة، واحنا ان شاء الله راح نشغل المكيف حاليا ونبدأ بتشغيل المكيف ونشوف شو اللي راح يصير بكل اجزاء هذه الدارة اللي شرحناها في السابق. طبعا راح نتوقف عند هاي النقطة حتى ما يكون الفيديو عندنا كبير، ان شاء الله راح نكمل بالفيديو القادم. يعطيكم الف عافية متابعينا الكرام.